رجلي عايش عيب العصير، من غير العصير ما تياكل حتى شي حاجه، هي السوائل. انا اي حاجه كانت شهوه كناكلوها هو تيشوف. كون غير كان شلال ديال اليدين والرجلين ماشي مشكل، ما يكونش ديال السريط، ما يكونش ديال النطق اللي ما تعرفيش اشنو هو اللي ضار. بدا هاد المرض بالدوخه، هي الدوخه بشويه بشويه، ديناها للسبيطار، خرجوا لي الدواء، تبعناه ليه بدون نتيجه، دفعونا للسبيطار سيدي الحسن، حتى هو دوزنا ليه تما، دفعونا للسبيطار الراس، تبعنا في سبيطار الراس، عطاونا لي ريم، عطاونا السكانير، عطاونا ندوزو ليه الشبكه وكل شيء، ما بان حتى شي حاجه الا اليريم اللي بان فيه، عنده التهاب في الراس وهبط ليه المخ ديال السنسول. ناس عندهم داروا ليه التحاليل من السنسول ديال الظهر ديالو، داروا ليه تحاليل العاديه اللي كيديروا، كلهم تيخرجوا مزيانين، مناش هادشي ما عرفوش الله اعلم. كان خدام نجار تيخدم، كانت الحاله الصحيه ديالو مزيانه، يمشي يخدم ويجي، ماشي من داك النوع اللي تقولي معصاب ولا خايب ولا ما مزيانش، ولا كان راجل درويش ومزيان، خدام عادي، يمشي عادي ويجي عادي. كنا زعما عايشين واحد العيشه مزيانه، واخا ناس بساطة عايشين مزيان، ما عندناش وما خصناش الحمد لله. كنا دابا 5 سنين باش طاح الطيحه هادي، بقى غادي المرض ديالو تيدهور بشويه بشويه، كان في الاول غير الدوخه تيتم غادي ويديري بحال ما هكا، ضايخ ما عندوش التوازن في المشي، شويه ما بقاش كيحرك الرجلين، شويه ما بقاش كيحرك اليدين، شويه مشات ليه الهضره، صافي بقى غادي تا ولا غادي يولي بحال الحديده، غادي ويكرم، غادي ورجع داك المرض ديالو تيدهور بشويه بشويه. دابا كيدير واحد الدواء في فاس، كنمشيو لفاس كنديرو واحد الدواء، تنمشيو حتى للسبيطار ديال فاس المركب، تنعمر واحد لاباراي، داروا ليه تجربه دابا 2 عامين ولكن بدون نتيجه. هي عنده في الكرش ديالو، انا عنده في الكرش ديالو هنايا، ها هي ديرينا ليه دابا لمده 2 عامين، باقي اليدين مزيرين، اليد بحال ما كاين الا ما دهنتيش ليها البوماده كتملخ، يدي هادو ما يسرحهمش، صبعان ما يسرحهمش، دبانه الا حطت عليه ما ينشاش، الا ما نشيتيش عليه، الا ما قلبتوش ما يتقلبش، الخروج ديالو، الخروج ديالو الا ما درتش يديا وجبدت ليه ندير الليقات وتهز ليا بنتي رجلي الفوق ونبدا نجبد ليه، ندير بره ديال الزيت ونبدا نجبد ليه بشويه بشويه، ما يخرجوش مسكين. اي طبيب تيقول لي ما عرفتش شنو هو هذا المرض، هذا ما عرفتوش، ما ينضغ، ما يصرط عادي، ما يشرب الماء كيف عباد الله، ما ياكل واحد الحاجه يتشهاها، ما يقيصهاش، حنا تناكلو هو غير تيشوف، حنا اي حاجه كنتشهاوها كناكلوها هو تيشوف. كون غير كان شلال ديال اليدين والرجلين ماشي مشكل، ما يكونش ديال السريط، ما يكونش ديال النطق اللي ما تعرفيش اشنو هو اللي ضارو، شنو الضرر اللي عنده لداخل اشنو هو الله اعلم. ما كرهتش من وزير الصحه الا كان كيشوف فيا وتيتصنت لهذا النداء ديالي، ولو يشخصوا الراجل يعير المرض ديالو يتفهم اشنو هو هذا. انا تنطلبوا من هذه البلاصه هذه، وتنطلب حتى سيدنا يتدخل في هذه الحاله هذه، ونفهم غير شنو هو هذا المرض اللي عند راجلي. الله يجازيهم بخير، الله يكثر خيرهم، وكل وفي هذه البلاصه اللي ساكنين فيها نيت حنايا قاطع السكه، فهاد السكن اللي طالبين من عند الناس، كله مشقق وكله مهرس، وكل نهار تطيح الشلخه بشلخه ديال الضاله، ما حد ديك الضاله هي تطيح وحنا تنتخلعوا وتنبقاو انا وبنتي هنايا تنتخلعوا بوحدنا وتنبقاو نبكيو. تنتمنى من سيدنا الى شاف هذا النداء ديالي ومن الناس المحسنين في هذه العواشر يتعاونوا معنا ويتضامنوا معنا، الله يجازيهم بخير. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.